وكأن المصائب تتوالى تباعا على المواطن العراقي فهي لا تأتي فرادى. مآسٍ إنسانية وأخرى اقتصادية وثالثة أمنية ورابعة بيئية وهلم جرة. وها هي اليوم مأساة جديدة تنبري في محافظة بابل عاصمة التاريخ وأيقونة الحروف. ففراتها الذي لطالما كان نبعا للحياة ها هو اليوم ولأسباب غامضة يتحول إلى مستنقع للموت يفتك بأسماكه تمهيدا للفتك بالبشر. نفوق في الأسماك يثير ألف سؤال وسؤال. الله عمي جد منا قام يجينا سمك من الشط، احنا من محافظة بابل، والسمك كان هذا وباء وما ظل عندنا سمك كله مات. يعني شلون شريد اقول لك ما اقدر. ومنا قام يجينا سمك من قدامنا يعني وانتهينا. انت تسويها شلون الطفل نربيها؟ 6 اشهر نتعب عليها وننطيها اكل وهاي وبالاخير يعني اجت اصابه وماتت السمكه. مليارات مطلوبين عليها. عيان من هجا بيوتنا. آخرون قالوا إنهم تكبدوا خسائر بالملايين نتيجة تلوث لا يعرفون إلا أن مصدره نهر الفرات، محذرين من كارثة بيئية واقتصادية لا تحمد عواقبها إن لم تتدارك الحكومة معالجتها قبل فوات الأوان. كارثة صار لي 7 سنوات مربي السمك، مثل هاي الكارثة ما شايفين أبد. مئات الإقفاص موت السمك مالتها، مئات، آلاف مؤلفة مو مئات. وهل تشوف هذا السمك كله موت وقاعد يشيلون المحرقه يلبون به ويحرقونه وما كل فائده، كله موت السمك شوفه بعينك قاعد يشيل به المحارق، انترست المحارق. ايه والناس خسرانه مليارات. يعني هسه ليش تسدد فلوس العلف؟ هذا عم والله ميت هذا السمك شوفه، احنا عيشتنا كلها عليه. ها وهاي المي كلها المي ما ادري بسم المي ما ادري والله شنو المي، حتى الناس شربت من ميت مرضت والله تمرضه شوفه، والله احنا عيشتنا عليه وين نروح هسه؟ شوف عيشتنا كلها عليه، هاي الناس ذبت مليارات عليه، شوفه؟ ها السمك ميت. ها وين الدولة؟ وين الحكومة؟ شوف هاي هسه دين واحد يطلع على السمك يشوفه، ماكو. لا بيطري لا دنيا شوف ماكو، كل شيء ماكو، شوف؟ ماكو. من أعماق مياه الفرات إلى شواطئ مربي الأسماك التي تحولت إلى مقابر للأسماك النافقة، تستغيث الأحياء النهرية وآلاف العائلات التي تعتاش عليها. فهل من مغيث؟ وهل من إجابة للتساؤلات؟ ننتظر الإجابة.